صباح السعادة، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا بينا نحضر طاسة حلوة جدا، تنفع فطار، تنفع عشاء، سحور وغدا كمان اقتصادي. في البداية عندنا حلة فيها مية مغلية ورشة ملح، وهنقع فيها البطاطس 5 دقايق بالظبط. تعالوا على ما تتنقع نحط طاسة على النار فيها معلقة زيت، بصلتين متقطعين شرايح رفيعة، هنشوحهم مع رشة من السكر والملح كمان. هنسيب البصل على النار مع التقليب المستمر لغاية ما ياخد اللون الذهبي ويتكرمل معانا بالشكل ده. هاي يلا بينا بقى نشيله على النار، الخمس دقايق عدوا، ونصفي يلا مع بعض البطاطس بتاعتنا اللي كنا نقعينها في مية فيها رشة بملح. وفي طاسة هحط معلقة زيت كمان وانزل فيها البطاطس وابتدي اشوحها على النار علشان تاخد معانا لون ذهبي حلو كده. وتعالوا نديها البهارات، بابريكا وملح بسيط خالص لاننا كنا حاطين في مية النقع، وكمون وفلفل اسود. يلا بينا بقى نقلب كويس. البطاطس بدأت تلون معانا كمان، الله والريحة تحفة. يلا بينا بقى نضيف عليها البصل اللي احنا كنا كرملناه، نديهم تقليبة. ويلا بينا نضيف بيضتين ثلاثة على حسب العدد اللي انتوا عايزينه. الاكلة دي ما فيهاش دهون كتير فحلوة جدا جدا لو حد بيعمل دايت. تعالوا نحط يلا البيض، ادي واحدة والتانية، ويلا نحط بيضة كمان، ونديهم رشة بسيطة خالص من الملح والفلفل. هايل. لو عندك بقى شوية جبن ممكن تحطي رشة جبن كده، ده على حسب الرغبة مش أساسي يعني معانا. ونغطي بقى ونسيب الجبنة تسيح والبيض يستوي. الله الريحة حلوة والشكل أحلى والطعم مش قادرة أقولكوا على جماله، تحفة جدا. زي ما قلتلكوا تنفع في الفطار، تنفع في السحور، تنفع غدا اقتصادي، وتنفع في العشاء. اديها يلا رشة من البقدونس أو الكزبرة الخضراء، ورشة شطة مجروشة، وحضري العيش وبألف هنا وشفا، ممكن شوية مخلل كمان، والدنيا هتبقى زي الفل. شايفين الجمال؟ أنا عايز أقولكوا الطعم يا جماعة حكاية. يلا جربوها وقولولي رأيكوا إيه. هستنى تعليقاتكم، ولايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، وفعلي الجرس كمان علشان اول ما انزل فيديو جديد يوصلك على طول. اشوفكم على خير ان شاء الله. صباحكم سعادة، صباحكم فل.